اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج اخر ثمن. بقوا معنا باش تكتشفوا القطع والتحف النادره الجديده. في كل حلقه بائعين مختلفين غتكتشفوا معاهم انظر القطع وقصصها. اهلا وسهلا ومرحبا، جيتي وجبتي تحفه وقطعه نادره جدا الا وهي اله التصوير. فهما فيهم بالفعل ذهب 23 كارا كيتسمى هاتف العمده. الأشياء الثمينة والغالية بقيمتها المادية والمعنوية غتكتشفوا الحكاية ديالها. شنو هي قصتك معها؟ زاد عندي وليين وهداها ليا، خديتها من عنده ودابا شي 4 سنين تقريبا وهي عندي. تواتينا أنا وياها ياك. غادي تقدموا القطاع ديالكم قدام 4 المشترين، لكل واحد فيهم كيتنافس لشراء القطاع بآخر ثمن. عجبالك أسيدي. اليوم من آخر ثمن غادي نبداوها مع السي محمد اللي جا من بنت فاس وجاب معاه آلة تصوير عتيقة. اهلا وسهلا سي محمد الوردي من بنت فاس، لاباس عليك؟ بارك الله فيك. الحمد لله مزيان، كلشي بخير. مرحبا بك من فاس. شكرا. بارك الله فيك. انتينا فاسي 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 ولد فاس، خلقيت فاس. ياك وكتشتغل في اي مجال؟ مجال التجاره الالكترونيه والتجاره بصفه عامه شويه. تبارك الله عليك. بارك الله. والناس واهل فاس معروفين بالتجاره ياك؟ طبيعه الحال طبيعه الحال. مرحبا بك في البرنامج. عندك شي وليدات؟ عندي جوجات. الله يخليهم لك. بارك الله فيك. بغيتي تشارك معنا في برنامج بهذه الاله العجيبه، اله التصوير قديمه ياك؟ شنو قصتك معاها؟ بها عجبتني القصه ديالي معاها. واحد الصديق ديالي عارفني كنت تنبغي لي زانتيك، هاد زانتيناكات عندك الولع بزاف صراحه الله. وهو كان غادي يمشي لبرا وهداها ليا، خلاها ليا وقررت نشارك معكم بها. هي ديالو ولا كان اقتناها هو شراها؟ هو كانت عنده الصراحه، حتى هو كيبغي لي زانتيك، حتى هو تيبغي ديك التحف. وهداها لك يعني؟ ما بعالكش. لا ما باعها ليش. وبغيتي تشارك بها في البرنامج؟ بغيت نشارك بها. دابا انا بغيت نولي فاسيه هذا النهار معك. مرحبا. الله يحفظك. على الراد فاسه. شكرا. بارك الله فيك. عرفتي يقول لك واحد القضيه، سلمت عليك الزوجه ديالي بزاف. مرحبا بالسلامه. سلم عليها حتى انت. تلاقيتيها سلم عليها. انت بالله على سلامي. بالله بارك الله فيك. مرحبا بك السي محمد. بارك الله فيك. شنو بان لك السي عبد الجبار؟ سامية بغيت زعما ندير شي غرف ديك سامية زعما فيها لا لا والو. أقاريو. أنا قاريو. أقاريو. أييه. قلت لك لسامية بأن هذا آلة التصوير، آلة التصوير ظهرت بالضبط سنة 1900 بالضبط. وكان ذاك السوبور ديالها، ذاك القاعدة علاش كتنزل، كانت تريبي، كانت على شكل ديال ثلاثية الأرجل. ومن بعد داروا لها هاد الشيبو، هاد القاعده اللي هي كوليس، اللي هي كانت انزلاقيه كوليسون. كتمشي وكتجي بحال هكذا، كتمشي وتجي. وكذلك هاد الاعمده هذه اللي باش يطلع ويهبط، حتى هي كوليسون، حتى هي هاد الاعمده الاربعه هي هي تنزلق، يعني كتحرك ها هما كتحلو هادو، كتطبع تطلع وكتهبط، لانها فيها واحد السيستم ديال السيستم دو كوليس. وبالاضافه الى هذا، ان هذا النوع ديال الاله التصوير كان تيتسمى في 1900 لا فوتوغرافي اسوفلي، يعني اله التصوير بالمنفاخ. بالمنفاخ. هذا هو المنفاخ. كتقدر تحل. اجي هنا كتحل هيدا. كتزيد. اجي ورينا كيفاش. وهادو اللي كيمشيو معاها لي بلاك، لا بلاك فوتوغرافي قال لا بلاك فوتوغرافي اللي كيسميوه، يعني هذه اللي كانت يعني الصفحه الفوتوغرافيه، كتدير فيها واحد الكاري وكديرها هنايا. نعم. كتحطها هنايا. هي عندك وحده تسميها هنايا. وكدير كتدار هنايا هكايا، وكتاخذ الصوره، وديك الصوره كتخرج بديك الكاريت اللي كيتدار في هذا اللي كيدير على حساب الكاريت. نعم. اذا هذه بحال قلتي العلبه السوداء ياك، هذه من الداخل بحال هكاك، تجمع من هنا، تطلق وتجمع من هنا.
مازال كتزيد. وكيفاش يعني كتزر كيفاش كان يعني باش كت باش كتصور بوطونه تشرق ما كانش عندها شي وحده بوحدها عندها شي سيستم ديالها خاص قديمه وبدان قيمتها فالقيمه ديالها انا وضعت لها 900 درهم فقط يعني يعني اللي غادي ياخذها داكشي السؤال ديالك غادي يكون واحد غادي يكون واحد مولع بالتصوير فقط غادي يحطها باش يكمل المسحب ديالك باش يكمل المجموعه اللي عنده شي مجموعه ديال الالات التصوير اللي دارت في ذاك الوقت اللي كان تيجمع هاد الالات. سي محمد هذا ثمن تقديري تفضل معنا اجي حدايا ولكن باقي عندك الحظ تجرب في قاعه البيع مع المشترين. مرحبا بك. مرحبا. تفضل خذ الباس ديالك. ها هو. شكرا. حيت يمكن هادي مني ظهرت اكثر من 1900 1900 بالضبط لا يمكن الظهور ولكن كيف ما قلتي هذا لا هذا من بعد هذا من بعد من بعد ايوا باش نكونوا من بعد هذا الحامل الرباعيه العجل ظهرت من بعد هذاك انت كتهضر على الاله بحال هكا فاش ظهرت اسوفلي تسمى الفوتوغرافي ولكن هذه راه تكون من بعد من بعد من بعد من بعد بالفعل انا هذيك هذه الثلاثينات ولا الربعينات نعم هذه الحامله ديال رباعيه ارجل ظهرت من بعد القاعده ذاك لكن فوقاش ظهرت الثلاثينات هذه ديال الرباعيه مع ولكن انا عارف الاصل بان الفوتوغرافي اسوفلي هذا النوع ظهرت في 1900 واخا سيدي ها هي الصفحه حتى هي زوينه ميرسي. تفاجئت الصراحه بالثمن اللي كان عطاني السيد الخبير ولكن ماشي مشكل نقدروا نشوفوا في قاعه البيع عاوتاني شحال تقدر يقيموا القيمه ديالها الحقيقيه شي واش تزيد ولا تقل. وهذا الشيء اللي غادي نعرفوه السي محمد من بعد ما تمر امام المشترين اللي غيكونوا في انتظارك من بعد ما تعرفوا على ثاني بائعه معنا اليوم واللي هي لالا هشيمه من ازرو. اهلا وسهلا لالا هشيمه الطاهري من مدينه ازرو. لاباس عليك؟ مدينه ازرو الوليد اللي كاين في مدينه ازرو انا في سلا. ومرحبا بك انت والوالد ديالك الحاج طاهر. لاباس عليك؟ الله يحفظك وبارك الله فيك. كتشتغلي لالا هشيمه؟ انا دابا ربات وبيت. الله يخلي لك وليداتك. شنو هو كان مجال الاشتغال ديالك؟ انا كنت كندير هادشي ديال لا توبوغرافي مزيان وخدمت في لي سونتر دابيل. وانت دابا عملتي احسن خدمه. كنربي وليداتي. هي وليداتك الله يخليهم لك. شحال عندك الوليدات؟ عندي جوج وليدات بنيتهم وليد مريم وسليمان. الله يخليهم. فرحانين اللي غيشوفوا. أنا كنسيمو عليهم. ميرسي بوكو. الله يخليهم لك. ميرسي بوكو الله يطول عمرك ربي يخليك. جبتي لنا وأنا فهمت منك باللي هاد القطعة هادي بغينا شنو نقولوا لها كونسول. كونسول. المراية ديالها هي ديال الوالد. بلارا ديالها الوالد كان خداها صافي واحد إكس طون واحد 40 طون باش كان خداها. كان خداها من عند أن فرونسي في أميكناس. خداها من مكناس. مكناس كان كي كنت عندكم في الدار هذه وكانت شاده في ليستا لان فين ما كيحطها كتاخذ بليستا. سي عبد الجبار زوينه هاد القطعه هذه شنو يمكن لك تقولنا عليها؟ قطعه جميله واللي زاد الجماليه ديالها هو اني تاكدت من تفحصها عن قرب هاد التمثال وجدت انه مصنوع من الخشب. من خشب وكيبان بحال ليطون ولا بحال ليطون لان فيه واحد لوفيغ واحد الفيغني داك لبس بستم التلميع ديالو تيبان بحال برونز ولكن هو في ملي شفنا الداخل ديالو هو من خشب. خشب ان بوا روج من الصعب عن تحديد الخشب ديالو ولكن التحفه الفنيه منقوشه مزيان منقوشه يعني بدقه وبداك التضاريب بالغوليف ديال لا ستاتيو جميله جدا وكذلك كذلك المرايه المراه فهي في جودة الخشب ديالها تا هو زوين. التاريخ ديالها هي نسخه ديال القرن العشرين ديال لا كونسول فيكتوريان كترجع للحكم الملكه فيكتوريا اللي كان ما بين في النصف الثاني من القرن 19 واستمر حتى 1901 وهذا النوع ديال الموبل كونسول كان اما تيكون عنده تمثال هز هكا واما تيكون عنده ان اوتر سوبور ان بوا بحال ديك التحف ديال المصابيح كتكون التماثيل اللي هز المصباح. دونك نعم بحال تماثيل المصباح وبالاضافه الى هذا انه كاين انا شفت بانه هذا المرآة هي اصليه ديال هذا
لان كاين اللي موليوغ هنا هما نفسهم مع وهذا حتى لي موليوغ دو طابل اللي كاينين هنايا هما بحال لي موليوغ اللي كاينين في المرايا وي اللي كاينين في الكادغومون. وكذلك استعمال هذا الرخام الرخام هو زوين ملون ماشي ذاك الرخام الابيض ولكن شويه ملون وفيه هذيك ذاك لاباتين ذاك ذاك اللمسه اللينه اللي نقدروا نقولوا مثلا اللي اقتناها يقدر مازال يبونسيها ولا يحبها باش تعمل هي مازال بغيتها مازال زوينه مازال مزيانه ما فيهاش شي حاجه دي شي عيب يعني انتاكت زوينه. ايوا قلنا التقييم ديالك. التقييم ديالي انا ما كنت اشك في الماده ديال هذه فزادت القيمه ديالها من تاكدت انه الحمد لله دابا بالنسبه لي بجوج الوالدين ان شاء الله اللهم يسر بالنسبه لهم بجوج وضعت لهم 6000 درهم. مزيان شنو بان لك في هذا الثمن التقديري الاولي ديال الخبير؟ لان اصلا هو واخدها ب اليبوك كان خداها ب 9000 درهم هكا وعطاوه فيها يعني وما بغاش. على العموم هو مازال يدخل قاعة البيع وتدخلوا وتحاولوا تدفعوا على القطعة ديالكم وان شاء الله نتمنى تسوى أكثر إن شاء الله. اللهم يسر. تفضل معنا خذ الباس ديالك. أتمنى ها هو الباس ديالك. شكرا. تفضل قاعة البيع للهاشمة. شكرا. تعرفين. عجيبة جدا. زوينة زوينة ما بالكونسول زوين. الا زادت التحكات ولا هذا كيف ما قلت لك مع الرخامه دونك هذا لو ستيل فيكتوريان كيف ما قلت سيت اون كونسول كومو سيت اون كونسول فيكتوريان وتعاودوا النسخ بحالها تعاودوا النسخه هذه مصنوعه في القرن العشرين القرن العشرين هي نسخه ولكن مصنوعه جيد لان كلها من الخشب وحتى المرايا وكل شيء وبقات محافظه على الطابع ديالها. وبالنسبة للمرايا فيها هذا ولا خشب انا ما عندها شي ورقه ولا لا المرايا قلت لك المرايا لا هكا طبيعي المرايا هكا وطبيعيه غير حتى في هذاك هذه الزخرفه الزهريه مازال جوانا مازال محافظين عليها يعني ما فيها حتى لا عيب لا والو مازال في صحه جيده. انا جيت من مدينه سلا رغبه مع الرغبه ديال الوالد اللي نتبع اخر ثمن بزاف وجاب واحد تحفه واحد الكونسولا اللي كان خداها من عند ان فرونسي صافي 40 طون وعرضناها هنايا وشافها الاكسبير وما عطانيش الثمن اللي باغي الوالد دونك نتمنى في قاعه البيع يتغير الثمن يكون ان شاء الله ثمن اكثر. كنتمنوا لك كل حضرة للهاشمة أمام المشترين اللي غتدخلي عندهم بعد قليل من بعد ما نشوفوا مرور سي محمد من فاس أمامهم بآلة التصوير ديالو واللي قدر الخبير ثمنها 900 درهم. السلام عليكم. مرحبا. شكرا. الاسم كريم. محمد الوردي. من جاي يا سيدي؟ من مدينة فاس. مدينة فاس. اهلا وسهلا بناس فاس. مرحبا. شكرا لك. مرحبا بكم الناس. مرحبا بناس فاس وعندنا بزاف. زرتنا البركة. بارك الله فيك. بارك الله فيك الله يجزيك. عاود لنا شنو جبتي لنا ومنين جبتيها وشنو القصة ديالك معها؟ جبت لكم واحد التحفة عبارة عن آلة تصوير. ماستر بيس حتى هي. هداها لي واحد الصديق ديالي كان هيمشي الخارج وهو مولوع بلي ماستر بيسز وعرفني انا كنبغي التحف النادره وفضل ان يعطيها ليا وانت انا عاوتاني قلت علاش لا نجي نشوف القيمه ديالها هنايا عندكم يعني كتجمعوهم عندك تبارك الله وكتفهموا في الامور من غير هذه عندك حوايج اخرين؟ عندي شي حوايج واحد اخرين بغيتي تبيعها ولا غير تعرف القيمه ديالها؟ وإلا كان شي ثمن مزيان نقدر نبيعها ماشي مشكل. وعمرك استعملتيها كآلة تصوير؟ هذه لا لا. والأصل ديالها منين؟ هولندا من هي هولندية ولا إنجليزية؟ لا هولندية الصنع. ميد إن جابان بعدا هنايا لوبجيكتيف جابان. هذيك لوبجيكتيف ديالها لوبجيكتيف ما هي كأبراي هولندية الصنع. وباش كتخدم ما كتخدمش بلي فيلم؟ خصها واحد ثلاثة الأرجل تيكون لا خلينا تخبي هي كتخدم بالبيليكور وباش كتخدم؟
لا بغيتي تصور بها شنو خصك دير فيها؟ جوبونس هادي وكتخدم بها هادوك لي بلاك كتدير فيها هذيك لي بلاك اللور تدير فيهم واحد الكاغيط وكيمكن يمكن كدير واحد لينا قديمه كدير ديك واحد كتغطى سان تخي بيل اوبجي وكاغيط في ديك لي بلاك هاد لي بلاك باش كيتصوروا مازالين في السوق لي بلاك لي بلاك زعما بغيتي تعاود تخدمها هادو الالمان هادو جيرماني ولكن هادوك مستعملين بعدا مستعملين دابا مستعملين ولكن ربما مازال يعاود يتستعملوا عاود يستعملوا ممكن الا الا دار ديك الكاريت ديالهم ممكن عاود يستعملوا كتستعمل حتى بالماء انا كنعرف على هاد الالات خدم منهم ديال العود كاين شي حاجه كاين شي حاجه ديال العود دي زاباري فوتو السوفلي هذا هو السوفلي وكما قلتي كانوا في الشوارع بكري انا قالوا مازال في الستينات كيديروا التصاور ديال ليدونتيتي كيديروا من داك الالات ديال العود كيخرجوا من بعد في الماء كيديروا في الماء كيخرجوا واخا نفتحوا ماخش كامبو كامبو هاي سي ا ام بي او ياك كامبو ولا كامبو هذيك جي لا سي سي كامبو شنو بلاد خليك هولندا 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 نيدرلاند واخا نبداو شنو قلتي يا سي عديد. انا نبدا ب 1000 درهم 1100 1200 1500 1600 عندي لا ما صراحه ما شنو قلتي كتسوق صح صراحه 1800 2000 عندي 2200 ما عندهاش واحد الكيسو باش كتقطعش واحد البواطه لا كانت عندك هكا هي كنت تكون في واحد البواط وعندها اليد تريبي ما عندكش لا هكا كاينه وصف 2300 الصراحه سي العروسي صافي سي العروسي ما بغاش شنو دابا قال لك الخبير شحال عطاك الخبير صراحه ما عطاش حتى ما عطاني هي 900 درهم ولكن دابا راه دوبلات و لا لا انت شنو الفكره دابا تكون عندك فكره شنو كتنتظر مثلا شحال عندك القيمه ديالها على حسب ما قلبتي وسولتي وشفتي بحثت شي شويه بحثت في الانترنت لقيت بحالها تقريبا كيديروا واحد 15000 درهم بزاف ما كاينش هذا الثمن هاد الاثمنه هادو هاد لي كاميرا بحال لي موديل شوف تقدر يمكن خدامه خدامه بالكاسيت ديالها تقدر بوسيبل تكون خدامه ولا شي اماتور باش تخدمها هي كانت كتخدم هذه تقريبا واحد 100 عام الفوق صعيب باش تخدمها دابا ولكن كتبقى دابا ديكور نعم ديكور كتحط ديكور ولا اللي كيكوليكسيون لي زاباري فوتو ولا شي مصور يديرها في المحل ديالو ولا داكشي عمري ما شفت كاميرا بون دوز حبل لي روايد او ديبي لا هذوك باش كت ستابيليزاتور عاوتاني كتجمع هذا باش كت ما حسبني روايد في الاول تحل السوفلي وتشدو حجم البعيد تيبانو ولكن هادي او ميتال سي لو ميم سيستم كو هادو كامبو كامبو مكتوب هنا ميد ان هولاند كامبو كامبو الزمن اش بالك لا من ناحيه الثمن ما وما هادو في لو ميور ديالهم لي ميور كونديسيون خدام ولا ما خدامش كتاخذها يعني في لانجلتير ولا هذا باسكو فايت جبت هاد لي موديل اونتخ واحد 4000 و 4500 درهم اون بون ايتا با اون اكسيلون ايتا يعني نوف خدام ا مارش بفاليزا ديالها بكلشي فوالا ما عرفتش تكون عندها فاليزا نورمال لا عندها فاليز تكون عندها فاليز وداك الاكسسوار عندهم بلايصهم وكلشي غادي تكون كما قال لك ب 4000 درهم اذا السيده اللي عطات 2200 درهم باش تبيعها راه خصها شويه ديال الربح انا عندي كوليكسيون كاع هاد الالات التصوير عندي ملي خرجت الآلة التصوير إلى يومنا الآن عندي كوليكسيون فهمتي إلا بغيتي 2400 درهم نمشي معاك الصراحة ما نقدرش الصراحة ما قولي الثمن اللي أنت مثلا جاي عوال في راسك اللي باغي تاخذ الصراحة أنا باغي بحال دابا على الأقل واحد 10000 درهم ما كانتش بحال هادشي باش شوف برا كانك سي أديب برا تلقاها اون بونيتا كاملة بلا فاليز ديالها تلقاها ب 3000 4000 درهم 400 عند بيع شراي ماشي عند الكوليكسيونور
على كل حال المهم ان توكا شكرا بعدا اللي جبتي لنا التحفه بحال هكا والقصه ديالها وعرفنا يعني اول مره شخصيا اول مره كنشوف هذا لوبجي قدام عيني وتنقيسو هذا يعني كتشوفهم في صور ولا كتشوفهم مي باش عطيتينا لوكازيون اننا نشوفو ان لوبجي باغي ريالمون ومول ما تفهمناش ماشي مشكل هذا هو البرنامج يعني الانسان ما مجبورش يبيع وحنايا ما مجبورينش نشريو هكا دونك شكرا على المجيء ديالك وبارك الله عليك مرحبا بك يا سيدي مرحبا مع السلامه شكرا ما خديتيش السي سالم بورتون بزاف في لا كوليكسيون 2400 او جوست بور لا مونتري فاش تكون شي تحفه نادره شويه يعني راه الثمن ديالها انا بالنسبه ليا تيكون عنده قيمه ماديه ومعنويه صار من داكشي اللي عطاوني فيها لهذا ما بعتش. للاسف الصفقه الاولى في هذه الحلقه ما كانتش ناجحه بين سي محمد والمشارين وجا الدور الان على لالا هشيمه باش تمر امامهم بالقطعتين ديالها واللي قدر الخبير ثمنهم 6000 درهم. السلام عليكم. السلام عليكم. بابيك لالا. الله يطول عمرك. منين جيتينا؟ انا هشيمه من سلا وجيت نيابه على الاب ديالي بغى يقدم واحد لارتيكل المهم هذا لارتيكل ديجا كان خداها من مكناس من عند ان فرونسي ما عرفتش لا دوري واش 20 طون ولا 40 طون دونك انا كنوب عليه باش يقدمها في اخر الثمن دونك هادي كان شافها السيد كان غادي ديميناجي غادي يمشي في حالته وكان عطاها لواحد عنده ان بازار تما في هذا المكناس وشافها الوالد جباتو وهو من محبي التحف اصلا عنده تحف في الدار كاين عنده شي فكره على القصه ديالها وشنو كيسكيل ريبريزونت منين انسبيري دونك انا بالنسبه لي اللي شرح لي انها كونسول اللي شحال هادي عندها واحد القصه ديال كانت عندكم في الدار حطينا في الدخله ديال الدار اي كانت عندها بلاصه ومازال هي سيمون بوا افكتيفمون لا ستاتيو سي ليون بوا اي جو بونس كيلي انسبيري دو ليبوك فيكتوريان ولا لا سي سالم شنو كتظن انت على هاد الكولتور وي دو ستاتيو الوغ مون افي سا لا ريان افوار افيك ليبوك فيكتوريان داكور Pour moi, la console de 1940-1950, peut-être pas plus, ou le Mraya, elle est plus récente, de 1970. Ou elle dit que la console a un plateau, tout le géométrique, ou l'assise de la terre, géométrique, ou elle dit que le Mraya, اللي هي نفس اللون وماشي البيرني فحال فحال عندها موتيف فلورال انا بو موا هذاك لو ميلونج اللي بغى يمكن الواحد يديرو مي سي با دون لو ميم ستيل سي با دون لا ميم ايبوك هادشي اللي عندي ما ولكن زوينه كتعطيك بحال ليفي ديال لو ستاتيو كوم برونز دو لوان ما تيبانش في برونز ما تيبانش الخشب نقلت دابا لقيت كاينين يعني ماشي خدا البلاره بوحدها وخدا لا كومبي يمكن قبل ولا ما الله اعلم خداها يقدر يكون هو تقدر تكون واللي لاحظت دابا عاد ملي شفت لقيت كاين واحد التقيبات صغيورين هذا واحد ناي بروف سي دو بوا لحقاش دوك لي تيرميت اللي تيدخلوا لداخل تيبداو ياكلوا داك العود السوسه فوالا يدخلوا كيبقاو ياكلوا في الخشب ياكلوا من بعد تيبيضوا تيوليو بزاف تديك الخشب كيبقى كيتفرتد حتى كيمشي كامل ف واحد يفو تشيكي بلا كاميرا وبلا سورانغ باش كيتستريطا باش توقف حيت الا كانت لداخل وكان لو بوا ولا كيما قلتي سي با دو بوا سي مولي ولا شي حاجه فغادي تبقى تتسيح لداخل واحد الساعه غادي ترشى وغادي طيح فراسها دونك هذا سي تري امبورطون في الخشب الا دخل الدار كيما كيقولوا يدوز السدادر المطربات ويمشي للطابلو البيبان وكلشي Mais c'est une pièce, personnellement, je la trouve très jolie. Donc, ça fait X ans qu'il y a la zama dans la dar, ou quand il y a une dar, quand il y a une fra, ou il y a une azro. Yani, il y a une chose qui est en train de se faire. Mais quand on est en train de se faire, il y a une chose qui est en train de se faire. Yani, il y a une chose qui est en train de se faire. Il y a une chose qui est en train de se faire.
كتبان لك التقيبه ديال المال ولا دخلتي لداخل هبطتي لداخل فهاد القيد. غادي تكوني مفرع كبير. غادي تكوني شفتيه في الدار حيت كتكون بحال شي غبيره. لا جامي جامي. دونك سايتي تخيتي. دونك سايتي تخيتي ولكن بقاو ديك التقيبات خدام. سايتي تخيتي طون ميو. باسكو نورمالمون بوش لي تكو افيك واحد لا سورينغ كيتسدوا هذوك سميتهم دونك سا فيديك سايتي تخيتي الا ما كانش هذيك الغبيره اللي كتشوفي واحد بتي مونتيكول بحال هكا ديال لي بتيت مونتيكول ديال الغبره سا فيديك باقا حيه باقا السوسه حيه. كدوز من جهه لجهه وعمرها ما كداوى. تمام. كتحبس واحد الوقت ومن بعد كتنوض عاود. دونك ولكن اون تو كا زوين. زوين دونك نظن نبداو المزاد. ان شاء الله اللهم يسر. اللهم يسر انا غادي نبدا ب 1000 درهم. 1200 درهم. 1500. 1800. 2000. 2200. 2500. 2700. 6000 عندي. 6100. 6500. 6600. 6700. سلام شت كاع ما عجباتك لابيس. شحال نقول لك انا عندي واحد الملاحظه اخرى. اما هي؟ بان المرايه ماشي ديال القنصله. بان القنصله تكون عندها مرايه اما قدها في العرض اما كتكون غير منها في الوسط وكتكون بنفس الخدمه اللي كاين في القنصله. انا يمكن لي نبيع ونشري معاك المراية بوحدها وفي هذاك القنصلة بوحدها لكن انت بغيتي تبيعي بجوج راه ما كيتزايدوا انا ما عرفتي حتى هذا الشيء اللي كنت كنقول مع السي العروسي هذا الشيء اللي كنا كنقول لك نقول المراية خاصها دونك هذا لو ديرني بخي المراية جات كبيرة سي لو ديرني بخي قبل القنصلة نعم لا دونك سي لو ديرني بخي 3800 عندي 3800 3800 عندك؟ اه 4000 عندي 4100 ديري معايا اخر ثمن لا هادشي اللي 4200 انا نعطيك 5000 درهم اخر ثمن ديالي على قبل انك جايه وما ترجعيش هكاك ميرسي بوكو الله يحفظك يا اللي خطيتي واحد الوقت اذا كان ممكن انا غنشتري منك غير الكونسوله غنعطيك انا 4200 درهم فيها بوحده وهذيك المرايا تتعود تبيعها ولا ترديها للدار ولا انا مكلفني انني نبيعها اخر ثمن كامله لان راك عارف مع التراجي ديال الطريق وهذا صافي يعني غيبغي يبيعها ب 6000 درهم سينو يرجعها شحال قلتي دابا عطيتك 5000 درهم 6000 درهم اش بان لي 6000 درهم هو صايب معنا انا ما كرهتش والله ما كرهت ولكن هادشي يعني كتعرفي الا كلفك شي حد واحد المهمه خاصني نقوم بها كما يجب وما بغيتش نقلقوا لان راك عارفه جاي بعيد وهذا ما وانا الحاجه اللي نقول لك الليله ما يمكن حتى واحد من المشتري ما اهتموا بهم الا كنت غادي ترجعيها دوك التقيبات اللي كاينين في الحرق يتخيطوا باش ما ديك السوسه ما تنتشرش في الانتيغيوغ ولكن شخصيا سي اون تخي بيل بياس واللي خليتوها في هذا ليطا مالغري هذه المده كامله تبارك الله عليكم فتنظن ان اون اوتخ فوا ان شاء الله من غير الا كانت شي عرفتيك الاخرى شي حاجه اخرى داكو سي با كاف ماشي مشكل تمشي ترجع لبليصها ما كاينش مشكل كلاجي نعطيك 6000 درهم نعم نعطيك 6000 درهم دير معايا اخر ثمن اخر ثمن ها هي زاد صافي اللهم يسر مش مش ما نرجعوهاش في ترونسبور عاود ميرسي بوكو شكرا لك نفرح غير الوالد مرحبا بك وحتى انا غنفرح بيان سور شكرا لك شكرا لك شكرا الحاج شكرا بستان والشكر الله يحفظك شكرا الله يكبر بك اهلا وسهلا مع السلامه مرحبا بكم
بعد ما دخلت لقاعة البيع حاولت أنني نقنع المشترين باش يقتنعوا بالارتيكل اللي جبنا. دونك الثمن اللي عطاوني ما كانش مقنع. دونك حاولت معاه بعد مجهود كبير حاولت أنني نوصل بعدا غير الثمن اللي عطاني الإكسبير وصافي وبعته واخا أنا ماشي راضية بالثمن. دونك ليسونسييل أنني نرضي الوالد ديالي ونقنعو أنني هذاك هو الثمن اللي وصلنا له. وصل الدور الآن عند السي جلال اللي جا من الدار البيضاء بقطعة متميزة. اهلا وسهلا سي جلال السلاوي من مدينه الدار البيضاء. اهلا اهلا مرحبا بك معنا. بارك الله فيك مدام. بارك الله فيك وصالي بيان. السلام عليكم. كلشي بخير. بارك الله فيك لاله. شنو هو مجال الاشتغال ديالك؟ موظف في القطاع السياحي. مرحبا بك معنا. بارك الله فيك مدام. بغيتي تشارك في البرنامج؟ نعم لاله. كيعجبك البرنامج؟ اه ضروري نتبع من المتتبعين ديال البرنامج. ياك. نعم لاله. واش انت مولع بهذا القطاع والتحف ولا غير اكتشفتي؟ لا من صغري وانا أنا مشغول بهذ المسائل ديال القطاع التحفي. نعم لا مزيان. نعم لا جبتي معاك هاد شنو غنقولوا؟ راديو. هو راديو ولا موبل؟ موبل راديو. مزيان. نعم لا مزيون بزاف. بارك الله فيك. شنو قصتك معاه؟ هذا ديال واحد خالي وكان كيشوفني من الصغر وأنا مولوع بهذ. كنمشي للاسواق كنبقى نقلب على شي تحف شي قطع قديمه وجا واحد النهار عطاه لي على اساس هديه من عنده هديه من عنده. وملي بان لي البرنامج ديالكم عجبني قلت علاش ما نجيش نشوف. هو ديال خالك كان شراه راسو؟ كان هو عنده قديم سنين هادي وكان عطاه لي ملي شافني مولوع بهذا. نعم لا جيتي باش تجرب حتى نشوف غير نشوف شنو قيمته ولا نعم عرفت الخبره والقيمه ديالو ونشوف غير. مرحبا. نعم سي عبد الجبار. لا لا سميه مزيون هذا زوين سي هذا سي تاع موبل راديو. نعم فين هي الراديو؟ اتاس راديو. اتاس راديو مصنوعه من خشب لاكاجو الماهونجي. هذا الشيء كنت غنسولك على الخشب. نعم في الخشب ديال لاكاجو يعني بالعربيه تنقولوا له الماهونجي. الترجمه ديال الكلمه ديال لاكاجو تصنع في سنه 1960 هذا النوع اللي كيكون فيهم الراديون والاتات في نفس الوقت. ومن المميزات ديال هذا النوع اللي ظهر في هذيك السنه ديال 1960 ان تيكونوا عندهم هاد لي بي هادو هاد الرجلين هادو تيكونوا يعني عموديين لان كاين شكل اخر ظهر من قبل منه وكانوا عنده رجلين كومبا دي بي كومبا بحال هيدا بحال هكا بحال هكا مائلين زون ابيل هما تيسميوهم لي بي كومبا لو كومبا داركتيكت كيكون داير هكا. وكان هذا ظهر هذا الشكل هذا ديال الرجلين قبل من هذا النوع هذا ديال هذا. كذلك هذا النوع من الراديون كاين فيه جوج كاين اللي تيكون عنده الراديون على اليمين اليمين هنا وكتكون هنا الفار وكاين اللي كيكون عنده اليسار. هذا من النوع اللي عندهم الراديون في اليمين. ثم بالاضافه الى ذلك فهو الشيء الجميل هو الاستعمال ديال لي بورت كوليسونت. هو يعني لانه تمكن لك تستعملوا اتات تحط فيه حويجات وداك الشيء وكراديو. ومغلف هذه شنو نقولوا واش فورميكا؟ لا سي سي نوع فورميكا. لا هو نورمالمون لو بوا سي لو بوا داكاجو. هذا النوع كانوا تصنعوه بلا كاجو ولكن يمكن يكون عنده ان ابياج اون بلاك بلاك ديال سميتي سميهم اون كونتر بلاكي. حيت هي كتبني يعني تيكون لا كاجو لا كاجو كتكون اون بلاك ملمعه اون بلاك فيرني بحال هذا هو لو كان هنايا سي اون بلاك فيرني هذه هادي هادي وهادي دونك سي بلاك فيرني ولكن الاساس ديالو هو مصنوع من لاكاجو. وهادي الا بغيتي تخدم اساسا من الخشب ديال الماهوجني الخشب ديال لاكاجو. كيخدم؟ نعم على الله كيخدم طريقة الاستعمال ديالو بسم الله. هاد القطعة هادي كتكون من جوج القطع. هاد الطرف الاولاني كيتحكم في الصوت اللي هو نقدروا نجربوه دابا ياك. مي هذا الدائره الثانيه كتحكم لينا في الحجم ديال الصوت كتغلطوا بحال اللي كنقولوا الهوفر كما ولا عندنا دابا الهوفر. لا دونك هنا ملي كنكونوا شادين الاذاعه هذه ديال الاذاعات الثانيه هذا ديال الصوت
داكو. وهذا هي هذه يعني نقولوا من تحت هو البوق ديال هذا البوق ديالو كاين هنا مدام. وهنا الا كانت شي بحاجه بغينا نحطوها ولا هذا هذا الباب كيتحل اوتوماتيكمون عندنا واحد البوله كتشتغل لداخل اوتوماتيكمون باش تخلي لك كيبقى كلشي اوبيراسيونيل ديالو مزيان تفضل السي جلال. اللي بغيت نضيف واحد الحاجه اللي هي زوينه عجبتني هو هاد لي بوتون هادو هاد الزر هاد الازرار اللي فيه فهي مصنوعه من ماده شبيهه بالايفوار. نعم وكت يعني حافظت على الشكل ديالها لان كاين بعض القطع اللي تهرسوا لهم عوضوهم بوحدين ديال البلاستيك ولكن الاصليين اللون ديال الايفوار مازال اصليين سواء هادو ديال الصوت ولا هادو ديال الامواج ياك الامواج يعني العاج ديال العاج باقيين اصليين باقيين اصليين باقيين اصليين حنا نصوب. سي عبد الجبار شنو تقديرك لثمن هذا الراديو؟ جميل يعني انتاكت كما تنقول ما فيه لا يعني الحاله ديالو جيده فالثمن ديالو هو التقديري هو 1500 درهم فقط من التقديري ديال من قبل تعنينا لي فواغ والعاج والاكاجو ولكن وخدام ايوا خدام شنو ظهر لك السي جلال في هذا الثمن السي عبد الجبار؟ والثمن ما كنتش كنتوقع صراحة كنت كتوقع أكثر أكثر حتى عارف أنا اللي طاد ديالو ما مدلا في حتى شي قطعة ولكن عمرك ما جربتيه في السوق؟ لا لا جي على الأساس على الأساس جيت أنا دابا ما كاين مشكل أنت غتفضل قاعة البيع ومع المشترين نتمنى لك حد زوين ويعطيوك أكثر صافي تهدا هو الفاس تفضل معنا بارك الله فيكم شكرا زوينه زوينه انا عجبتني الليطه ديالو زوينه داك الشيء كان شنو فوق ديالهم مزيان كانت واحد ولكن العجيب هو انه احتفظوا بقى انت كتعمل لي زوين لان الاغلبيه ديالو تيكونوا تهرسوا لهم هاد بزاف وتعاودوا لهم بالميكانيست وحدين داروا لهم دي بوتون اون بلاستيك. قررت نشارك برنامج اخر ثمن برنامج رائع كيعجبني من المتتبعين ديالو جيت نشارك واحد التحفه راديو قديم من بالنسبة للخبير ما عطانيش الثمن اللي موافق للتحفة اللي عندي ما عرفش أنا أصلا الخبير ليش عطاني واحد الثمن ما قبلتوش حيث ما عطانيش مقارنة مع التحفة اللي عندي وبالنسبة للتحفة اللي عندي كراديو قديم عبارة على راديو مصنوع من الخشب الأصلي ولي بوتون ديالو اصليين ما في حتى شي حاجه اللي مبدله ومن العينه ديال 1960 هذا راديو قديم ما عطانيش الثمن ديالو لهذا كنتمنى ندوز في قاعه البيع ويعطوني الثمن اللي يكون يستاهل هذا التحفه اللي عندي. كل توفيق امام المشترين السي جلال ولكن قبل ما نشوفوا فين غادي توصل النقاشات معاهم غادي نمشيو نتعرفوا على لاله خديجه اللي جابت صندوق تقليدي. اهلا وسهلا لاله خديجه حمي ومرحبا بك معنا. شكرا تفضل حدايا لاباس عليك؟ صباح الحمد لله الله يبارك فيك اللهم لك الحمد. كتشتغلي؟ كنشتغل اطار بنك ودابا ونتينا ملوعه انك تجمعي هاد الاشياء لونتيكيتي كنصابو عندي في الدار ياك هادو عندك في الدار دونك ما كتشريش لي زونتيكي لا لا غير كانوا عندي في الدار. وهذا صندوق شنو قصتك مع هذا الصندوق؟ هذا مصيب في 79 واحد الشركه في مراكش اللي هما اللي كانوا صوبوه لي صوبوه لك انتين ايوا وهداوه لك هداوه ليا وخليتي عندك من هذا البارح حنا جينا كنخويوه تهرس شويه تهرس جينا البارح كنخويوه قلبناه هو يتهرس شويه صوب عند صناع تقليديين في مراكش وكان عندك في الدار كان عندي في الدار وبغيتي تشارك به اييه واخا لاله خديجه مرحبا بك سيدي عبد الجبار لا كيف ما كتشوف هذا تحفه فنيه من يد الصانع المغربي يد الصانع المغربي فهذا الصندوق الخصائص اللي فيه الخصائص هو صندوق تطواني يعني كل يعني الجزئيات اللي استعملها الفنان اللي صنعوه في مراكش هو استعمل الخصائص ديال مدينه تطوان الصندوق التطواني وباش ما باش شنو هي السمات ديال هذا الصندوق هذا شنو هي الخصائص ديالو المميزات ديالو اولا هو استعمال نوعين ديال التزويق في الصندوق فكاين هناك التوريق هذا المعروف عندنا حنايا تيستعملوا وكذلك التسطير
فهو الصندوق كله عباره عن زويق وتسطير في الجهات كاملين باستثناء هذا الغطاء هذا اللي هو منقوش ومزوق، يعني التقنيه هنا النقش، اما هنا فهو كله كل هذه التجميلات بالصباغه مرسومه بالصباغه وهنا منقوش. الشيء الثاني اللي كيميز الصندوق التطواني هي الالوان الصارخه اللي كيستعملها الصندوق التطواني، دائما تيستعملوا الوان قويه بحال الاصفر. نعم تلقاو الاصفر وكنلقاو كذلك الاحمر اللي هو عاده تيوضعوا الارضيه بالاحمر وعاد كيزوقوا عليها، وكنلقاو الاحمر وكنلقاو الاصفر وكذلك تزيين هو شباب الاسود. كذلك استعمال ليتويل القرمود عاد تيزينوا به اما هذه الصناديق ديال تطوان وكذلك تيزينوا بهم لي زيتاجير داك المرافع ديالهم تيديروا لي تويل فيهم مرفع تيسموا لي زونفيتو اون غوليف، يعني تيديروا هكا دي تويل قرمود شوفوشي واحد فوق واحد وتيزينوا به اما الصندوق وكذلك المرفع المرافع. نعم مع الاسف كاين انا عجبني في الشكل ديالو في الخدمه ديالو، فهي خدمه انيقه وزوينه عطات الفنان الوقت ديالو الكامل ويعني جميل تحفه، ولكن كاين جوج ديال الحوايج اللي ناقصين. اول انه استعمال هذاك الرقائق الخشب هذاك الكونتر بلاكي نعم استعمال رقائق الخشب الداخل هذا كونتر بلاكي وكذلك العمق ديالو هو مصنوع من رقائق الخشب كونتر بلاكي لو فوند يعني ممكن يتزول هذا الكونتر بلاكي هذا الرقائق الخشب وتعود بالخشب خشب صلب بحال هذا اللي فيه هنايا خشب الارز ولا خشب يكون خشب صلب وهذا يعطي قيمه اكثر وهذا الشيء اللي تهرس لنا هنا وهذا حتى كذلك يمكن له يتصلح يعني ماشي مضر ولكن تيبقى صندوق ديال تطوان صندوق جميل جدا لانه كيجمع كل المميزات ديال هذا الفن التطواني وكان عنده كيف ما كانوا اليدات بالنحاس هادو بنحاس انما ضاعوا له الماكينه ولكن بقات الزوقه ديالهم تيكون عنده نورمالمون جوج ليزونس باش تيهجوا ديال تيهجوا ولا بلا ايوا قلنا الثمن يمكن لك تقدر به هذا الصندوق فبحكم هذا اللي قلت لك هذا خصو بعض الاصلاحات وداك الشيء فالثمن نقدر نوضع له انا 1200 درهم داكو 1200 درهم زوين ثمن زوين مناسب ياك وتشارك به معنا ان شاء الله مرحبا بك لاله خديجه شكرا لك الباس ديالك وتفضل قاعدي شكرا لاله خديجه 79 يعني اوائل الثمانينات هذه نعم. الفتره هذه واش هاد النقش بحال هكا مرسوم بالالوان كان قديم ولا غير كان قديم غير هو اللي جميل انه ماشي بزاف لا هو وقاش زعما صناع المغاربه بداو كيتشكلوا الشكل ديالو راه تيعود بزاف مدينه تطوان ولا المدن العريقه كلها فيها فنانه برعوا في القرن 17 فنانه وفي المساجد وكذلك في هكا الدور بالرسم. دور يعني في الابواب وداك الشيء والاتات برعوا ولكن اللي زوين هو انه صندوق تصنع في مراكش ولكن بطريقه تطوانيه نعم الطابع ديالو تطواني وهذا هو اللي شيء جميل اللي عجبني انه يعني بقاو محافظين على دوك الخصائص ديال الصندوق التطواني نعم. الجميل اللي يقول لي ذكرت دوك المميزات ديالو جبت معايا واحد الصندوق مزوق قديم كان عندي في الدار ليكسبير عطاني الثمن شويه ما كنتش معوله عليه كنت معوله على اكثر ولكن شوفوا ان شاء الله قاعه البيع شنو غيقولوا تاهم والمشترين في قاعه البيع في انتظارك لاله خديجه مباشره من بعد ما يمر امامهم السي جلال بالقطعه ديالو واللي هي عباره عن غاديو موبلي واللي قدر الخبير الثمن ديالو ب 1500 درهم السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا الاخ بارك الله فيك سيدي خويا العزيزه ومن الناحيه جايه من المغرب جلال السلاوي من الاصل دفاس بسكنا في كازا في الدار البيضاء والسلاوي حيت الاصل من سلاوي ولا عائله سلاوي لا السلاوي دفاس السلاوي دفاس لا فامي سلاوي دفاس مرحبا بارك الله فيك قلنا شويه الحكايه ديال هذا الراديو تورنديس هذا الراديو أنا من صغري مولوع بالتحف القديمة وهذا كان ديال خالي
خالي من الصغر ديالي كيشوفني ملهوف على هذا القطاع التحفيه وهذا عطاه لي كهديه. وانا ملي شفت البرنامج ديالكم وانا معجب بالبرنامج اخر ثمان تعرفش لا ما نجيش نشوف تقريبا فين غادي يكون هذا. هي مكتوبه فيها الت فانك وخدام؟ نعم لا لا خدام يمكن لي نخدم وراه اوبيراسيونيل. عنده الشوكه تونديسك عنده الشوكه؟ نعم عنده الشوكات هذيك لا غاديو ماشي تورنديسك ما فيش تورنديسك ما فيش تورنديسك جوست غاديو صابني تورنديسك غاديو موبل غاديو موبل عامل البلاصه ديال التورنديسك حيد بحيد غاديو غاديو كان فيه تورنديسك قبل حيت هادو اصلا نعم تيكونوا تورنديسك وغاديو ديال الموبل وتما هذيك البلاصه تما كيكون فيها لي ديك كتكون موديفا 1960 دي بو نيميرو دو سيري في لا في لو نيميرو دو سيري ديالو هنايا ان اي 12 125 299 انا عرفتي التاريخ ديالو هذا 1960 اكزاكتومون سي لي زاني 60 1960 سي سامسي دوماج حيت راه راديو مشى حيدوا له الترو ديسك ياك لا راديو هذا متى تقولنا كي كيشعل يمكن لي نجي اه وي يا جيت تفضل صابني نشعلو باتي سي سالم يشعلو تفضل بسم الله مي لو موبل بو لو موبل بو هاد البوطونه الاولى كتعطينا الصوت هاد الثانيه كتعطينا بحال الهوفر داكوغ لا سونو زوينه رجع بيك هيدي ديك انت هو لونطير خصنا نشريوك معاه انت لا تقريبا بارك الله عليك بارك الله فيك تخي بي لوبجي باقي اون تخي بون ايتا دو كونسيرفاسيون العود ديالو زوين العود ديالو زوين الكوليس ديالو زوين داك البوله الداخلاني ملي كيتحل باقي كتشعل من الداخل واللي ناقصو هو لو تورنو ديسك ولكن نونبيش تقدر تحط ان تورن ديسك بالعكس موديرن ولا شي حاجه زوينه بوغ لا سونو مانيفيك الهوفر خدام مزيان 220 دونك ما تحتاج ادابتور باش تبدلو اي بالنسبه ليا سي اوبجي زوين تري اوريجينال لو بوا ديالو ما فيه حتى شي دي تيك نو اه جو بونس دي تيك وود وي دي تيك بداو لي زونشير بداو لي زونشير على بركه الله بدا ب 700 درهم وي 800 درهم 1000 1000 درهم عندي 1100 1200 1300 1500 1700 1800 1900 2000 2100 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 2
2400. كتخسر النص؟ لا انا عجبني. كون ما كانش خدام غادي نقولوا راه هذا، ولكن خدام خدام زوين. هذيك الطبيعه ديال الصباغه اللي من الفوق حمراء، واش هذيك صباغه ولا شناهي؟ غير كان واحد الاصلاحات ما بغيتش نمسحها باش نخليه. لا لا تحيد، لا تحيد باش نخليه هو نخلي الفيغني ديالو يبقى. خليها اللي غادي ياخذوه هو يحيد. ما بغيتش نمسحها باش. 2600 عندي. شنو قال لك الخبير؟ قال لي واحد الثمن. قال ماشي على الثمن، عليه هو شنو عجبو؟ عجبو من ناحيه البوا ديالو، من ناحيه اللي توش قال لي هادو ديال لوس عدم. لا فوالا عدم. لا قال لك الباكيلي. الباكيلي جو سي با سكي هو ما عرفتش. الباكيلي سي لا بخوميييغ ماتيغ بلاستيك اللي خرجت، سي با دي ليفوار. لا بالنسبه اللي قال لي الخبير قال لي ديال لا ليفوار سي اوتخ شوز، لوس سي اوتخ شوز. سي با لوس سي لا باكيلي. با بوتيتر وي من زالي 60 لا باكيلي. 2700 قلنا؟ شوية شحال هاد شوية؟ هو القيمة ديالو شي شوية. شحال الثمن باش بغيتي ت 3000 3000. 3000
ناخذك عندك انا ب 300. داكور. انت احسن افير دغيا قنعتيها كون قلتي 4000 قلتي 5000 3000. تفضل يا لاله فوزيه الله يربحكم. مبروك مسعود. في رجع 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 بلاستيك هذا القضيه بدات تحمى هنايا. عطيتي 3100 ملي كتحط الطول كيقوى وجناوه دابا ملي بغاتو كلشي بغا. 3150 هي حلات 120 ما تسالاش هذا جهدنا. يلا تفضل عندنا لاله فوزيه ونشوف واحد ثاني. يلا سيدي يلا شي ساعه. مبروك مسعود. عندك 3300. الله رجع رجع عاوتاني قلت لك 3500. رجع رجع فوزيه. لا ماشي عليا انايا حيت دابا ملي كيتبدل ملي كيتبدل لو بخي خصو يرجع باسكو بوتيتر تكون مزايدات اخرى. وشتي خدمتي هذا الراديو ودرتي ذاك الموسيقى ديال تشا تشا تشا. اه تشا 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 كانت في الستينات وكنت كانت تشا 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 3 با اون افون 3 با اون اريير كتبقى غادي ماشي. اسمح لينا كنعذبوك. لا 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 الف مرحبا فيكم. الله يسمح لنا. لا بالخاطر والله لا بالخاطر. دابا يعطيك 3300. لا بصحة لالا بوتينا صحتها تاع اللي غادي تهلا فيه صحة. سل. آخر ثمن. آخر ثمن. آخر ثمن. شكرا. بارك الله فيك. سلم عليكم جميعا. بارك الله فيك شكرا. المهم أنا معك. تمام. منين حومة فات أنت؟ الدار الأولى سيدي أحمد الشاوي. سيدي أحمد الشاوي. ودابا في طريق صفر. بارك الله عليك. والناس ديال الفيلم على فاس وبرافو للماتش. الله يحفظك بارك الله عليك. بارك الله. بالنسبه للمزاد بداو لي بثمن طايح شويه وبقاو مزايدات وكانوا طلبوا مني نقول الثمن اللي بغيت انا وصراحه عطوني الثمن اللي بغيت انا وزادوني عليه من الفوق صراحه كان انت ما راضيني. واخر قطعه غتمر معنا اليوم امام المشترين هي صندوق لالة خديجه واللي قدر الخبير الثمن ديالو ب 1200 درهم. السلام عليكم. مرحبا. خديجه حاملو. منين جيتينا؟ من الدار البيضاء. مرحبا. الله يبارك فيك. شنو جبتي لينا؟ شنو قصه ديالك مع هذا الصندوق؟ كان واحد الشركه واحد المعلم في مراكش كان صوبو لنا في 79. داكور. وكان عندي في الدار دابا بغيت نشارك به. بغيتي تبيعيه؟ مرحبا بك. وعارفه منين شنو الخدمه ديالو؟ مراكش. ايه عارفه تزوقت وقرمود و والفوق كاين نقش. خدم صندوق زويون اون بوا سكولتي اي بان هنايا لي سكولتي بوان انا سا روبريزونت المقربس ديال لي طوا قرمود بليتو القرمود باردون القرمود ديال لي طوا اللي كانت يدار في لي زونسيان ميزون والخشب باش نصنع ما عرفتش عندك فكره على الخشب باش نصنع؟ بوا دو سيدغ سي دو سيدغ نهرس له الظهر ياك هذا اللي جينا نخويوه تهرس لينا غير البارح داكوغ دو سيدغ با سا ميتون ايطولون كتصوى دو سيدغ با دو سيدغ هادشي اللي قال لي تا ليكسبير فوالا لو سيدغ ما كاين حرام الواحد يصبوه C'est un bois de valeur. C'est Sharif, l'Ars. Je ne sais pas si c'est beau. Il y a de l'intérieur, mais pourtant j'en ai refait. معمر معمر شوف حكوا شويه وشموا هذو كل معمرين انتوما كونبيتوش كومسا معمرين هذو الانتيريور شوف خلي 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 لا شميت لا لو سيد غير تحل الصندوق ديال العرعر تنشمره بلوتو الارز 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 هو لو سيد تسمك فوق الارز راه سي با بوسيبل واعدي سيدي كونتر لا ماشي رقيق ماشي سي با كوميم دي كونتر لا كاين كونتر بلاكي اللي غليت تو شي تروفي هما شوف 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 واحد جوج ثلاثة تاريسة بانو
شغل دي براسو هنا ما لا تهريسه تهريسه لي لي ميشانت تهريسه انا كيعرف صافي قال لي ليكسبير سي با ميشون غير شي مسمرات ويتقاد عمل لا ليكسبير قال لي سي با ميشون باردون جو روتير حيت عاد شفت البيزاغرات اللي هنايا دونك جا مع الحله غير مع الحله حسني جاب لو دوسيي سي ان بروبليم ولكن مي جا مع الحله يتجمع غير البارح جينا نخويوه لا خليه حيت خارجين المسامر من لهنا ومن لهنايا وداك الشيء ديال الهند وهذا بوغ ايفيتي اللي ديدات هنا ديالو كانوا ديال النحاس ياك هادوك النحاس مشاو صافي انا كنعطيك 1000 درهم في بلاصتو باقا سخونه سيغ بلاص انا خصو اصلاح لا ماشي شي حاجه كثيره نعم لا ولكن زوين سي العروسي نعم لا زوين المهم سي العروسي فتحنا المزاد ب 1000 درهم 1500 مازال شويه صافي يلا 1900 يلا شي اللي بغيتو راه هو سي العروسي عجبو صندوق اليوم 1700 درهم على شنو بالك الثمن اللي عطاك السي العروسي كنت طامع في قصر في الحقيقة شحال عندك فكرة وهذا وخبرك طريف كان واحد السيد عطاني فيه 4000 درهم 4000 درهم قبل ما يتهرس ان اترونجي لا التهريسة راه غير جديدة غير شي حاجة بسيطة راه واحد الطريف ديال الخشب إلا كنتي تلقايه راه هو باش تكملي هذيك النهج هنا تيبان لي من لهنايا واحد لابارتي واحد لو بو ديال الخشب في التهريسه راه طاح يمكن هي تما فين تهرس يمكن غير ما انتبهنالوش مي كان مزيان مي خدمه فيه زوينه ما فيه حتى شي عيب التزوقت ديالو تري جولي بارفيت لي كولور باش مصاوب مانيفيك فيه لي تكنيك ديال التزوقت كامله فيه لي موتيف فيه التوريق والتسطير بالعربيه تعيطوا لهم التوريق والتسطير ومنحوت اوسي بدي بتيت كولون لتحت سي ان اوبجي زويون غادي يجي في الدار البلديه ولا دار روميه بغيتي تدخل عليها البلديه اوسي القرمود ديال لي باتيمون اوفيسيال قرمود فوالا لا زويون شحال وصلتو 1700 اللي انا فيها خص اصلاحات بيني وبين ولكن زوينه زوين واخا خصو اصلاح ولكن زوين لا زوين زوين انا غادي نعطيك 2000 درهم وغادي يكون ثمن مناسب للصندوق في ليطا ديالو اللي جا دخل عندنا بها وباش عاوتاني تخليه ديكور هو اللي با تري انسيان واللي با تري نوف باين بانه ما تصاوبش عاد البارح ولا اول البارح 79 اكزاكتو فوالا ماشي بون باش نعاوتاني ندير واحد اونتر بارونتيز بعد مرات ملي تنقول شي اوبجي اللي با انسيان بالنسبه ليا كمحافظ متحف فمعنيتها ما عندوش اكثر من 100 عام وي هي با تري زونسيان بالنسبه لي حيت الناس بعض المرات يكونفوند با تري زونسيان تيقول راه هي يعني راه 10 سنين 20 عام 50 عام 80 عام بالنسبه لي راه ما قديمش وي هذا هو اللي تنعني به ف 2000 غادي نجي ديك 2200 اش بالك كي دي مي اخر ثمن واش العروسي عندك فينا تحطو ديرو تقادو دير له شي حاجه ولا غادي صافي انا غادي نزيد 100 2300 اش بان لك انا زيد 100 يلا شتي وزاد 2400 شحال قال 2400 عند سي العروس وصلنا للخبير ولا فتناه ولا قل منه شويه في ديفيرونس ولا لا انت شفتي العروس يدير مع خير ثمن قلت لا لا مرحبا افير كونكلو شكرا مع السلامة ميرسي مع السلامة حاسي العروسي زوين انا ولكن خصو الزبان انا دخلت لقاعة البيع بقات شوية المزايدات المهم تزايدوا شوية توصلوا لي 2400 درهم هي لو دوبل ديال داك الشيء اللي عطاني ليكسبير دونك انا مقتنعة وتوكلت على الله وبعت حلقة اليوم من برنامج آخر ثمن انتهت ما سخيناش بكم تلقاو في الأسبوع القادم إن شاء الله.